من ايه يا بيه؟ قصدي الواد اللي معاها يسلمه بنفسه للحكومه. يسلمه؟ ساعتها بقى البنت اسرار هتكرهه عنه. فالحة يا عين امي، هو يسلمه من هنا وهي تفضله من هنا. يا اخي النهر. تقصدي يعني يا اختي ينفلق. هو اصلا مش جاي. النمره بتاعتك يا ست الكل، الناس بره هيتجننوا عليك كده كده كده. طبعا.